السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، احنا اللايف بتاع دلوقتي احنا جايين عشان نتكلم عن الموضوع بتاع العربيات الاوروبي، يعني عشان بس ايه يبقى الدنيا واضحة. كل الناس او معظم الناس دلوقتي عندها يعني مختلفين على ان موضوع العربيات الاوروبي ده يعني بضريبة ولا من غير ضريبة. معظم الناس يعني مختلفة على كده، فانا بصراحة يعني حبيت النهاردة اطلع اللايف ده علشان نتكلم عن القصة دي. هقول لكم سريعا ايه الموضوع مع ده. طبعا احنا بنتكلم على الكلام ده الخاص بقانون المغتربين، الموضوع بتاع قانون المغتربين، وهقول لكم كمان القانون ده هيطبق امتى علشان برضو يبقى الكلام واضح. اولا، هو حاليا مش هيكون الموضوع ده مش هيبقى دائم، يعني القصة بتاعة المغتربين دي مش هتبقى دايما، يعني مش دايما هيكون متاح ان انت تقدر تجيب عربية بدون جمارك وبدون ضرائب كمغترب. خلاص، هو بعد الاربع شهور دول لسه مش عارفين بقى هل هيكمل بعد كده ولا لا. طيب، القانون ده تنفذ حاليا؟ يعني حاليا هو لسه ما تنفذ، قدامنا 15 يوم وبعدين هيطلع تعديل، مش هيطلع قانون، هيطلع تعديل عشان نقدر ننفذ بيه القانون ده. خلاص، رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبه للعربيات الاوروبي، لان معظم الناس قاعده تقول ده العربيات الاوروبي اوريدي معفيه، فاحنا ازاي هيكون العربيات الاوروبي هندفع او هنحط وديعه بالضرائب والجمارك والرسوم؟ بص يا سيدي، القانون بتاع العربيات الاوروبيه اصلا ينص على ايه؟ عشان يتم اعفائك من ضريبه الوارد اللي هي مثلا تعتبر مثلا في العربية اللي هي من 1000 ل 1600 تعتبر 40% اللي هي ضريبة الوارد دي، عشان يتم إعفائك منها لازم تكون العربية زيرو موديل السنة. خلاص؟ فأنت لو العربية مش زيرو ومش موديل السنة هتدفع ال 40% دي. إجمالي الضرايب والرسوم على العربية اللي هتيجي من أوروبا مستعملة من 1000 ل 1600 هي 58%. الفيديو اللي فات احنا قسمنا الثلاثة كاتيجوري بالأرقام بتاعتهم. خلاص، فانا مش هتكلم في القصص دي تاني. خلاص، عشان بس ايه يعني توكات شورت يعني. فالمفروض ان من 1000 ل 1600 58%، وعلى ما اتذكر من 1600 ل 2000 165% او 156% على ما اتذكر، برضو مش فاكر قوي يعني، تقريبا 168% تقريبا. ومن 2000 سي سي فما فوق دي 188%. خلاص، الارقام دي هي الرسوم والضرائب وكل الحاجات اللي بنتكلم عليها، رسوم وضرائب وجمارك اللي هي ضريبه الوارد. طيب، لو العربيه هتيجي من اوروبا هتدفع كل الكلام ده برضو، مش هتتخصم منها حاجه. انا هديكم امثله وكل حاجه بس هفهمكم القانون ماشي ازاي. لو العربيه جايه من اوروبا هتدفع كل الارقام دي، انما لو جايه زيرو هيتخصم من الوديعه، هيتخصم ضريبه الوارد. يعني لو انت المفروض تدفع للعربيه 58%، خلاص، اللي هي من 1000 ل 1600، لو هتجيبها زيرو هتخصم 40% منها، يبقى تقريبا هتدفع 18 او 19% تقريبا في الرينج ده يعني. خلاص، طيب، الفلوس اللي انت هتدفعها او النسبه دي هتكون محسوبه على ايه؟ قدامك حاجه من اتنين، يا اما الفاتوره. مالك في ايه؟ يعني عربية دي ماشي. قدامك حاجة من اتنين، يا اما هتتحسب على الفاتورة اللي انت جاي بيها، او القيمة التقديرية اللي موجودة عند موظف الجمرك، واللي هي مش هتفرق كتير عن الفاتورة اللي انت جاي بيها، مش على تمن العربية عندنا هنا في مصر، ملوش علاقة بمصر خالص. حتى القيمة التقديرية اللي موجودة عند موظف الجمرك هي ملهاش اي علاقة باللي موجود في مصر، هي ليها علاقة بأسعار العربيات اللي موجودة بره. سعر العربية بره في أوروبا كام؟ أو في الخليج كام؟ خلاص؟ مش عايز أدخل الخليج في موضوعنا النهاردة، لأن موضوعنا النهاردة أو الفيديو ده عن الأوروبي بس. طيب، بالنسبة خلاص إحنا فهمنا، أنا هديكم أمثلة بس يعني خلاص إحنا فهمنا. طب هل الأفضل لك إن أنت تجيب العربية زيرو موديل السنة وتحط وديعة 19% بس او 18% بس، ولا تجيب العربية مستعملة وتحط وديعة 58%؟ طيب، ببساطة شديدة جدا انا هديكم مثال، بس ببساطة شديدة جدا، العربية الزيرو في اوروبا
علشان تجيبها ويتخصم لك ال 40%، لو جيت تجيب اختها مستعمله ماشيه مثلا 10,000 كيلو، هتلاقي سعر العربيه نفسه قل. اللي انت هتشيله من هنا، يعني التوفير اللي هتوفره هنا هو اللي هيتشال من الناحيه الثانيه. مفيش يعني، تعالى نتكلم بالارقام احسن. هجيب لكم مثلا دلوقتي انا عربيه، خلاص عربيه جي ال اي 2023، سعرها نت 38.5، 38,500 يورو، خلاص 38,500 يورو او دولار، يعني مش هتفرق، الاثنين دلوقتي زي بعض يعني مش فارقه كتير، خلاص. طيب العربيه دي تقريبا سعرها، محدش بقى يقعد يقول لي انت حاسب في الدولار بكام ولا اليورو بكام، مش هتفرق كتير يعني، 20 جنيه من 23 ولا من 24، انا مش كسبان يعني في القصه، مش فارق يعني، ما تركزش في الحاجات الصغيره دي، انا بكلمكم عن المبدا نفسه، بص معايا على المبدا نفسه، خلاص. طيب جينا نقول دلوقتي سعرها بالمصري تقريبا هيبقى 700 تقريبا، يعني 758,000 جنيه، تمام. طيب اجمالي لو هي العربيه دي زيرو، اجمالي الضرايب والرسوم فقط، مفيش بقى ضريبه وارد، اجمالي الضرايب والرسوم فقط 7,200 يورو، اي ما يعادل 142,000 جنيه تقريبا، 141,800 يعني، قول تقريبا 142,000 جنيه. طيب لو جبنا نفس العربيه، نفس الفيس ليفت بتاع الجي ال ايه، نفس الشكل يعني، بس 2020 ماشي 10,000 كيلو، تقريبا سعرها نت هيبقى 30,000 يورو، هو بيتراوح من 25 ل 30,000 يورو، انا بدي لك اللي هي اعلى كماليات ماشي، تقريبا قول 30,000 يورو، يعني فيما يعادل 590,000 جنيه تقريبا، خلاص. الوديعه بتاعتها العربيه دي هتبقى شامله ضرايب ورسوم وجمارك، ضرايب رسوم جمارك لانها مستعمله، ماشي، هتبقى الاجمالي الضرايب ورسوم وجمارك عليها 17,500 يورو، اي ما يعادل 345,000 جنيه، خلاص وصلت. طيب تعال نشوف الفرق في سعر العربيه ما بين دي وما بين دي، بالمصري بقى 170,000 جنيه، والفرق في الرسوم والضرايب ما بين دي وما بين دي، طبعا ال 170,000 جنيه العربيه الزيرو اغلى 170,000 جنيه، والرسوم والضرايب بالنسبه للعربيه المستعمله اغلى حوالي 200,000 جنيه، بس الرسوم والضرايب هيرجعوا لك تاني بعد 5 سنين، انما الفرق في سعر العربيه انت دفعته ومش هيرجع لك تاني. هتبقى جبت عربيه زيرو، ماشي، ما قلناش حاجه، جبت عربيه زيرو، وعربيه زيرو تستاهل يعني ان انت طبعا تحط فيها الفرق ده، بس برضو لو انا مكانك هفكر ازاي، هقول لك لا، يعني الفرق تقريبا اللي تقريبا واحد، الفرق واحد يعني، قيمه الفرق ما بين دي وما بين دي تقريبا يعني من 170 200,000 مش هتفرق، الاثنين قريبين من بعض، لكن في النهايه ال 200,000 هيرجعوا لي تاني، فاهم يعني، فاهم قصدي، ال 200,000 دول هيرجعوا لك تاني، انما ال 170,000 الفرق الزياده دول هيبقوا في ثمن العربيه، هيتحطوا زياده في ثمن العربيه، دول مش راجعين تاني، دول باي باي، فاهم قصدي؟ فلو انت جيت تحسبها يعني بالعقل كده، طبعا فرق السعر اللي فوق اللي هو في العربيه الجديده في سعر العربية، غير ان انت لسه هتحط 141,000 جنيه يعني، دول الضرايب والرسوم بس، ودول هيرجعوا لك تاني، فالفرق ما بين دي وما بين ال 200,000 تقريبا 60,000 جنيه، يعني ال 60,000 جنيه دول مش هيرجعوا، ماشي يعني، فاهم قصدي؟ يا رب يعني لو مش فاهمين قولوا لي، علشان كلامك مش مفهوم. طيب تاني بالراحه تاني علشان افهمكم الكلام ماشي ازاي. العربيه الزيرو موديل السنه في اوروبا، خلاص ما بتدفعش ضريبه وارد، يبقى اجمالي الرسوم اللي هتحطها كوديعه خلاص ما يعادل بالمصري 141 ولا 142,000 جنيه، لكن ثمن العربيه نفسه غالي، هيبقى تقريبا بالمصري 760,000 جنيه او 758,000 جنيه، خلاص.
طيب لو جبت العربية دي مستعملة هتدفع لها ضريبة وارد، لكن العربية نفسها سعرها أرخص، يعني هيوفر معاك سعر العربية نفسه هيوفر معاك حوالي 170,000 جنيه، واخد بالك؟ إنما أنت هتدفع زيادة فلوس زيادة في الوديعة عن العربية الزيرو. ها تاني، انا بتكلم في المرسيدس الجي ال اي، خلاص دي ده الاكزامبل بتاعنا، المرسيدس جي ال اي. انا بقول لك بقى الفرق ما بين ان انت تجيبها مستعمله وان انت تجيبها زيرو، خلاص ما يستاهلش ان انت تروح تشتريها زيرو، فاهم قصدي؟ يعني الفرق ما يستاهلش، لا هاتها مستعمله هتبقى اوفر، والفلوس بتاعتك كلها كده كده راجعه لك بعد 5 سنين، يعني ال 40% اللي انت هتوفرهم لو جبت العربيه زيرو هتعوضهم في فرق سعر العربيه، واخد بالك؟ وكمان هيرجعوا لك تاني، خلاص. ايهما افضل؟ ان انت تجيبها مستعمله، ده اللي انا شايفه. العربيه هي ماشيه 10,000 كيلو، في فرق في السعر ارخص، في فرق طبعا ان انت هتدفع ضريبه وارد لكن هترجع لك، انما فوق العربيه اغلى، واه انت مش هتدفع ضريبه وارد لكن العربيه اغلى، والفرق السعر الغالي ده انت مش هيرجع لك تاني، خلاص. طيب لو اتكلمنا عن العربيه الكهرباء، العربية الكهرباء ما ينفعش حضرتك تستوردها غير زيرو موديل السنة، وهتدفع المفروض الإجمالي الضرائب والرسوم اللي انت هتحطها كوديعة هتكون 14% بس، اللي هي الضرائب بس، هي دي هتجيب مثلا العربية مثلا يعني ب 10,000 يورو عليها 14% يبقى 1400 يورو، شكرا. فهمت قصدي؟ انا بقول لك مثلا ممكن العربيه تبقى اغلى من كده يعني، بس في النهايه اجمالي الضرائب والرسوم على اي عربيه كهرباء زيرو اللي انت هتحطها كوديعه هي 14% فقط من اي دوله في العالم. حبيت تجيب عربيه كهرباء مستعمله وتستفيد بالموضوع ده، يبقى هتدفع 58% اجمالي ضرائب ورسوم، ماشي، وجمارك، خلاص. عشان بس ايه يبقى الكلام واضح، العربيه المرسيدس الجي ال اي لو حبيت تجيبها بالقانون الجديد اللي لسه قدامه 15 يوم تقريبا عشان يتطبق، خلاص، هتكون سعرها تقريبا 590,000 جنيه، وهتحط لها وديعه تقريبا 345,000 جنيه بالمصري، او يعني ثمنهم بالمصري. طبعا انت هتحط 17,500 يورو، دي اجمالي الوديعه اللي باليورو هتحطها، وبعد كده ترجع تستردها بعد 5 سنين بسعر الصرف ساعتها، مش النهارده، مش بسعر الصرف اللي انت حاطط بيه الوديعه، لا بسعر الصرف وقتها. وخلي بالك كمان العربيه الزيرو اللي هتجيبها بدون ضريبه وارد لازم تطلع لها شهاده يورو 1، يعني برضو هتصرف عليها شويه مصاريف. عشان كده انا بفضل ما نتكلمش في قصه ايه اليورو 1 او اتفاقيه الجات، ونستغل مثلا ونقول احنا عايزين نوفر ال 40% بتاعت الوديعه، لان في النهايه مش هتكسب معاك، هتبقى مخسره، خلاص. وبالنسبه برضو للعربيه الكهرباء قلت لكم لازم برضو تبقى زيرو. العربيه الكهرباء بقى توفر، يعني العربيه الكهرباء تجيبها زيرو موديل السنه وتحط وديعه 14% بس توفر لك، تبقى اوفر. طيب الناس اللي بتسال هل ينفع تكون في الخليج وتستورد عربيه من اوروبا بالشروط دي؟ اه ينفع يا باشا. الناس اللي بتسال تاني هل العربيات اللي هتيجي من اوروبا مستعمله 3 سنين للاتفاقيه دي، اتفاقيه المغتربين، هيبقى بدون ضريبه وارد؟ لا الكلام ده غلط، خلاص الكلام ده غلط. لا العربية اللي هتكون بدون ضريبة وارد اللي هي زيرو موديل السنة وليها يورو 1 هي دي بس اللي هيكون الوديعة بتاعتها الرسوم والضرايب بس، من غير ضريبة الوارد اللي هي الجمرك، يعني كلام واضح اهو وما فيهوش أي مشاكل. القرار حتى الآن مدته 4 شهور فقط لا غير، تقدر تستفيد بالقرار دلوقتي ومعاك سنة على ما تنزل العربية اللي أنت عايزها.
تقدر تستورد من اوروبا او من اي دوله في العالم، ولو انت في الخليج مفيش مشكله. طيب ايه اللي هيحصل؟ ان الحكومه هتنزل استماره، الاستماره دي من عن طريق الانترنت، حضرتك هتخش تملى الاستماره، تكتب فيها كل البيانات بتاعتك والعربيه اللي انت عايزها بالموديل بتاعها بكل المواصفات، وانت العربيه دي عايزها من انهي حته في العالم، وبعد كده بيقوموا ردين عليك بميل رسمي بالقيمه بتاعه الوديعه اللي حضرتك هتعمل الايداع بيها، وبعدين بيبعتوا لك موافقه ان خلاص مصرح ليك ان انت تستورد او تجيب العربيه الفلانيه دي اللي بالشكل الفلاني ده اللي بالمواصفات كل اللي انت قلته خلاص، ومعاك مهله سنه تجيب فيها العربيه. خلاص هيئه الجمارك بتحسب الحسبه بتاعتها على العربيات او على السعر بتاع العربيه في بلدها مش عندنا هنا في مصر. بالنسبه للعربيات الهايبريد بتعامل نفس بالظبط معامله العربيات البنزين. خلاص بالنسبه للعربيات الهايبريد بتعامل نفس المعامله بتاعه العربيات البنزين. بالنسبه للناس اللي عايزه تجيب العربيه الزيرو الاوروبي عشان يبقى يتخصم لهم ضريبه الوارد، ما ينفعش تعمل الكلام ده غير من اوروبا فقط. يعني ما ينفعش تقول انا في الخليج هجيب عربيه اوروبي من الخليج زيرو موديل السنه، لا ما ينفعش، مش هيتخصم لك ضريبه وارد. خلاص عشان بس ايه يبقى الكلام واضح وما نقعدش نرغي كتير ونتكلم كتير في كلام ملوش لازمه. سيادتك محتاج اسعر لك اي عربيه باي شكل من اشكال القانون ده، اكتب لي في كومنت دلوقتي على الفيديو ده العربيه اللي حضرتك عايزها خلاص وموديلها كام، سواء زيرو او مستعمله. خلاص المستعمل متاح ليك 3 سنين فقط لا غير. يعني المفروض اللي انا اعرفه انه هو 3 سنين قبل سنه الموديل، يعني من 2019 لغايه اما القرار ينزل في خلال 15 يوم تعديله بتاعت القرار ده او القرار الاستثنائي ده، لغايه اما ينزل انا بقول لك من 2019. والله طلعوا القرار ان 3 سنين بس، يعني 3 سنين قبل، يبقى خلاص 2020 معاك من 2020، واول ما تخش 2023 هيبقى معاك من 2021. تمام، اكتب لي قولي بقى كل العربيات اللي انتوا عايزين تسعروها باي شكل، وتقول لي انت عايزها زيرو من اوروبا هسعرها لك واقول لك تكلفتها كام، عايزها من الخليج مستعمله برضه هقول لك تكلفتها كام. خلاص كله في الفيديو ده وانا تحت امركم. الموضوع ده مهم؟ اه مهم. الموضوع ده مفيد؟ اه مفيد. الموضوع ده هيضر الناس اللي بتستورد اللي زيي، وهيضر معارض؟ اه هيضر الناس اللي بتستورد، وهيضر معارض، وهيضر التوكيلات. ليه عملوها 4 شهور بس؟ علشان يشوفوا المصايب اللي هتيجي قد ايه. لقوها ملمومه هيقوم فاتح مكمل تاني معاك هيدي لك سنه، لقوها الدنيا خربت هيقوم موقف بعد ال4 شهور. خلاص قولا واحدا. يعني انا قلت لكم رايي وشرحت لكم عشان في لخبطه كتير قوي في القصه بتاعت تجيبها من اوروبا زيرو جمرك ولا لا، ولا شرحت لكم اهو الموضوع بمنتهى البساطه. خلاص كل اللي محتاجه منكم برضو عشان نتابع مع بعض، لان اللي هيحصل ده القرار ده بتاع المغتربين ده هيخلي في عربيات عمرنا ما شفناها هتنزل السوق. صدقني هتشوف عربيات غريبه، وفي نفس الوقت هتخلي عربيات تانية في السوق سعرها غصب عنها لازم يرخص. فأنا شايفه قرار كويس بكل المقاييس، هو قرار كويس ممكن هينفع ناس وناس لا. يعني احنا لو قلنا مثلا ان احنا عندنا 10 مليون مغترب مثلا، منهم 5 مليون عمال، فأكيد ال 5 مليون العمال دول مش هيقدروا على اللي احنا بنقول عليه ده موضوع الوديعة والكلام ده، مش هيقدروا. ماشي، طيب ال 5 مليون التانيين ممكن يبقى في منهم على الأقل 2 مليون عايزين، ال 2 مليون دول هيعملوا حركة في السوق عندنا مش طبيعية، وهيعملوا لخبطة في الأسعار، الأسعار هتقل، لازم هتقل. فإحنا يعني منتظرين تفاصيل القرار أو المسودة بتاعته هتبقى شكلها عاملة إزاي، عشان لو في أي تعديل غير اللي أنا بقوله هطلع برضو وأقول لكم التعديلات فيه إزاي. لكن أنا من جوه المطبخ كده جبت لكم تقريبا اللي أنا قلته لكم ده هو اللي هيكون في القرار بالظبط بالحرف. خلاص كل قنواتنا الشرعية على السوشيال ميديا شريف ياسر أون تراك،
فيسبوك ويوتيوب وانستجرام، والتيك توك شريف ياسر 7. وما تنسوش الله يبارك لكم اللايك والشير، عايز الموضوع ده يوصل لكل الناس، وعايزكم تخشوا معانا حمله ضد الغلاء والاحتكار. الجروب، في جروب عاملينه اسمه جروب ضد الغلاء والاحتكار، عايزكم بعد اذنكم تخشوا الجروب علشان نقدر نحارب الغلاء والاحتكار. خلاص، لو في اي حاجه تانية محتاجه ان احنا نطلع نصور تاني ما عنديش مشكله، يعني هطلع لكم تاني بكره ان شاء الله، واقول لكم لو في معلومات جديده ظهرت. وكل اللي بيسال على اي سعر عربيه هجاوب له بالكتابه ان شاء الله على طول. خلاص، اشوفكم دايما على خير. كان معاكم شريف ياسر اون تراك، السلام عليكم.